فهو تحدث كان وقال وأنه تعرض للضرب الصحفي بإذاعة تونس الدولية سفيان بن جيمة اللي مشى لمركز الشرطة بباب البحر باش يشكي خاطر تعرض للبراكاج. فكما تشوفوا في الصورة على لايف ستريمينج في وسط المركز يأكد أنه تعرض للاعتداءات. التفاصيل تسويت في عينك على الإدارة. عينك على الإدارة. البداية تكون مباشرة مع المعني بالأمر سفيان بن نجيمة. سفيان أهلا وسهلا، مرحبا بك. عسلامة، مرحبا بك. شكرا سفيان. الحقيقة الموضوع والأخبار اللي خرج في الويكاند غريب وعجيب. شنو اللي صار لك في المركز؟ الرواية اللي نعرفوها وإنك تعرضت لبراكاج ثم تعرضت للضرب في مركز الأمن، منك نعرف التفاصيل لو تسمع. هذا هو كما زرش البلاغ نتاع نقاب الصحفيين التونسيين. كنت مشيت قدمت شكاية على إثر عملية براكاج. دخلت المركز نستنى كما المواطنين كل شي دوري باش تعدى معناتها في البحر. نعم. قدم شكايتي راني لم عرفش اللي صار في المركز، معناتها خرجوا العوين بتدخل سريع ولا حاجة. قعدت أنا في المركز أنا معايا زوج مواطنين وأنا وعاون في معناتها سيفيل. من بعد كان العاون بالزين معناتها كلامه فهمت، خليني نجي التليفون ومش مسجل صورته معناتها صورت جوست نسيت بارشي فهمت. ما راني لما جاني توجه نحو سالني صورتي قلت له صورتك كلام عندي تليفون مش خزر الشيف الفيديو مزلنا نحكي وما صفت كان بالضرب وطحت على راسي وركبوا لي المينوت. وفي بطبيعه هزني البيرو اخر معناتها المقابل انه فيش لي كاميرا سيرفيون. وتدعوا لي بالضرب تسع عوين هما وقتها موجودين في الثلاث من بالدتاي معناتها شفت كاليفورسيان وشفت سيدري معناتها ابيض في وجهي في رقبتي في جنابي في بارتو معناتها تعرضت للضرب. سفيان مش على خاطرك مشيت تشكي على خاطرك تبراكيت، لا لا على خاطرك صورت. صورت اي خاطر صورت وعرفوا لي انا صحفي فهمت. ولاو تبدل الحديث تبدل في المتبدل ولاو نعرف شتم في الصحفيين وفي الهيكل ككل فهمت. وخليوني ليله كامله معناتها ما نعرفش بالضبط انا الوقت اللي نعرف اللي نص الليل انا غادي من بعد للصباح معناتها اللي زي رئيس المركز توقفت. اي انا موقف معناتها على وجهي والمينوت راكبين في يدي وانا على وجهي في القاعه معناتها فهمت. من بعد جريت مركز اسمع فيه انا بودي نسالهم قال لهم مش فيه شنو ضرب الفلوس والسيده هذيك قالوا له لا ضرب روحه. اه رئيس المركز ما كانش موجود وقت انت تعرضت له؟ لا رئيس المركز ما كانش موجود ما عرفش شنو عنده برا. بعد مشى البيرو ورجع لي معناتها ما مبقاش عليه في ساعه قوموني هما وانترتون حطوني على الكرسي نحاولوا لي مينوت نيجي الزوز ربطوني بيد بركة على الكرسي اللي قاعد عليه. علاش ربطوا فيك ما فهمتش انا الربطيه بالاساس كل ذا علاش باه تضربت وتم الاعتداء عليك وتفك تليفونك علاش يربطوا لك في يدك؟ والله ما نعرف اجراءات عاديه حتى ما فهمت. من بعد ناداني وقت رئيس المركز في البيرو نتاعه وحكينا مع خليهم الضرب هذا منين قلت له عندك لهنا سالي عندك بيت بس علي انا ما جيت عمليه بركات على تليفون معناتها فهمت. كاو ما تظنني انه هما متعرفين راهو ما تظنني متعرفين بالعكس وكاو قد معنا سفيان مشكور جدا انه قبل يتفاعل معنا وفي اول تعليق على الحادثه اللي صارت